حقوق النبي جوا حكم دولة ليال إن إنه دجنه منزل دي مرتبة دي الله سبحانه وتعالى دجيه كان أينان كان هو سيسينين كان سريسينين إله سبحانه وتعالى قرآن كواحد كوري قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اللوح سبحانه وتعالى واحد كتر هذا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا نعم محمد واحد كتر هذا نفتا إذا نبئي دافتون وما هيو وحي وناق إلهي لطوني موياني أنو نفتا إذا نبئي دافتون وما هيو هدان أكسونا لها غيبك وحكو قال لها لبات بأي متابتين ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير خيركم بان بتسلها وما مسني السوء مالي لبات يقصو قاري سيئ لبات أنا يبسو برت يمسو قارين بها بلا دوفير سوء غيبك وحبك بو يقوي قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا وعد كتر هذا النفط إذا نفيا نفتون وما هيو قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وحترى بقى لله سبحانه وتعالى إذن أرن ما يكون قل لا أملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إذن أرن ما يو خسندها وحويا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله خزندها إلهي بقى أنك أكتئذ يالون أنك هيا إذن أرن ما يو ساكون بقى لله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب غيب كان أكسونا هين إذا أردنا معي وحي إلهي كوك يسيون بأكسوية إذن إني ندجنا منزلة مرتبة إله سبحانه وتعالى تجي وعقلوا النبي ورسول عليه الصلاة والسلام لا تدروني كما أدرت النصارى ابن مريم وارسده ريب بني إسرائيل نبي الله عيسى يقول تلحتقين هاي يقول تلحتقين أبو رسول عليه الصلاة والسلام أمانته يقول تلحتقين أدون إلهي الرسول إلهي بان أهيب النبي عليه الصلاة والسلام أدون الله رسول الله بنا ساسول رسولك عليه الصلاة والسلام حقوق النبي وحكم عليه الصلاة والسلام دينتو إنو كانوا إنو لي مدى إلهي إنو قصر ديبي برشده دي كردقان كذا فافتان كذا يعني وعو تدعين اسكو دوين تذا إنا إنو مركار دينا عكستي مجال كستونا لشينا إنو كتحقيق إنو قرصورك إنا إنو يدك قادرنا اللوحر سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر معاك السيهور رأي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دتك إيمانك لقاه اليوم إلهي الرسول كي سأطيع إلهي الرسول كي سأطيع وحكا لو ضدي أعلان دتك هو قانك يتلاذ يذين هيا وحلقوا الدعية وحي معروفة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن بني آدم وحوية لقماء داعيو منزلك استو جوغو هدو مدحي هاي هدو وذادي هاي هدو سلطاني هاي وحي معروف يواناقا لقوا داعية لكن وح معصيو إلهي لقوا عاصية لقماء داعيو ووحي معروف يواناقا سوج كان لقوا داعيو قبردو آني كوا داعينا المها والدكي كوا داعينا وح مركا وحوية منكر يحمانا ووحي معروف إنما طاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحي لهي لقوا عاسية مخلوق لقوا ما أطيعوا وحي وناقة كو أطيع مدحي نبأ الله سبحانه وتعالى وايهي معاك لي مركا كسيحيقة معوى الله سبحانه وتعالى هديئة وحكوك مرانتانا إلهي كتاب كيسي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلهي الرسول كيسو عليا بمعنى كتاب كيسو ندو عليا هداد إلهي آخر الرميسنتهين وأنحكم بينهم بما أنزل الله إذن حقوق النبي وحكم ذا إلهي كتاب كيسة إيا الدين تنو عليه الصلاة والسلام كردقن كيدي حكم كقاد الشديدي وحكم ذا حقوق النبي عليه الصلاة والسلام جعيل كيسة جعيل كاسو كبضا جعيل كأبتك يأهل كأين وجعلها إيا والدك إيا ذاتك عالم كن نولونا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هدي آبياشين يوي لشينا ولا لذين غرابذين حولهين قريهين قنعسقين انت آكتعشين إلهي الرسول كسي جهادك سوق انت إلهي سبحانه وتعالى أرنكي صلى الله عليه وسلم